صباح الخير منباري. شوف المكان هذا وجهه للناس اللي تحب تستمتع بوقتها، واذا انت عندك انستغرام هذه فرصتك عشان تدلع بلقطات مستحيل تلقاها في اي مكان ثاني. ولكن جزيره بالي حدها واسع، يعني اذا انت بتاخذ لقطات بتاخذ منك وقت، واحيانا مش هتلقى الاماكن اللي انت تتمناها. الموضوع عندي انا، حنوريكم اقوى اماكن انستغراميه في بالي. ليتس جو، يلا بينا حماس، اديله حماس. يلا في البداية خليني أعرفكم على الشخص اللي معايا. محمد السيد عبارة عن الترافل بلوجر اللي موجود في آسيا. تقول حاجة للفاميليا، لازم تيجوا آسيا يا جماعة، لازم تيجوا بالي خصوصا، يعني الطبيعة هنا حلوة جدا. كل الأماكن اللي حتشوفوها في الفيديو هذا الصور متاعتها على الانستغرام حتلقوها على الانستغرام بتاعي. ديما غادي ننزل في ستوريات من خلف الكواليس حاجاتنا زيكات. أول مكان خلونا نوري لكم اللي هو بوابة الهندرا ريزورت، واللي ما شافش ما يعرفش. الأماكن المشهورة أحياناً مش كيف ما تشوفها في الصورة، لأن المكان هذا معروف جداً عشان تقدر تصور توقف الطابور وكأنك تستنى في الخبزة. كل الناس تجي توقف في نفس الوقفة، كلهم يا أما قاعد يمشي يا أما قايلك يا أما يروح مش شايف. جبت حاجة أنا ممكن ما أعتقدش في حد صور بها قدام المكان هذا من قبل. جبت الكوفية، الكوفية العربية الفلسطينية. ورقم بطاقتي 50,000، فهل تغضب؟ سجل، أنا عربي. بما أننا نحن ما زلنا في الشمال، هنجولي مكان ثاني هنا اسمه What's the name of this place, my friend? What's the name of this place? أنا راوي رام، سلامت داتان. المكان هذا مصنوع عشان صور الانستغرام. اهلا وسهلا بكم في مملكة شمال بالي، ذا كينغدوم اوف ذا نورث. الطريق كله كيرفات، كيرفز اوف داون. في نهاية الفيديو في بعض المعلومات والنصائح المهمة، فتابعوا الفيديو للاخير. لقينا البنت العسل هذه اسمها بوتو. هنا في سكان البلاد تلقاهم في الطريق متاعك، سكان القرية والمناطق هنا. الأماكن هذه هي صح أماكن سياحية، ولكن أنت مش محتاج دليل سياحي، تقدر تطلعها كلنا على جوجل مابس وجي تستمتع بالمكان بروحك، وجي معك أصدقائك النزيكين. أسمع موضوع الإنستغرام حطوه على جنب شوية، وخليني أقول لكم أن الشلال هذا عظيم بجديات. شوف المنظر. For the record, ain't trying to link no time to wish. وزلنا في شمال جزيرة بالي. المعبد اللي توه جيناه اسمه ولون دانو بيراتان. المعبد هذا يعتبر من أشهر المعابد هنا في الجزيرة. شركات متاع الطيران والمواقع متاع الطيران يستخدموا في الصورة متاعة المعبد في التسويق لجزيرة بالي. محمد وأولا خليتهم برا لأنهم جعانين وبيتغدوا، خشيت بروحي للمعبد فما فيش حد معايا عشان يصورني. اللي حنديره شنو توا؟ حنطلب من اي حد هنا انه يصورني. لما تكون في الموقف هذا قبل ما تعطي تليفونك لحد، شوف حد عنده كاميرا، مش لازم يصورك بالكاميرا بتاعته، يصورك حتى بتليفونك انت، بس انت لما تشوف عنده كاميرا الشخص هذا معناه هو مصور، او على الاقل عنده شويه مهارات الاساسيه. صباح الخير. من اليوم الثاني انتقلنا من الشمال من موندوك الى الوسط الى أبود. خش عليا بأبود، ولكن أبود فيها الكافيات، فيها المطاعم، فيها شوية هرجة نوعا ما، فعشان كي الناس الصبح جيوين يجوا هنا للريدج ووك يتمشوا. عنده بقى كلب بقى يطلع يجري بيه هنا، اللي عاوز يعمل اي سبورت. الريدج ووك كمان في السنتر، يعني ممكن توري الناس المنظر. كان ده اللي بكم صوره ولقطه انستغرامي. اصلا مشهوره باليوغا مديتيشن صح، وريلاكسيشن وبلاي ستيشن وانتربوليشن. اوكي، المكان نزيك وخضر، لكن في مكان اخضر منه. في حاجه موجوده على اللينس هنا. ثواني، مش شايف حاجه. السلام عليكم،
حاليا نحن موجودين في الرايس تيرس، لكن قبل ما نخشوا الرايس تيرس تعال نشوفوه من فوق مش بالدرون بالبالي سوينج. Let's do it. Hi. Yes. I'm going to fly. هو سوبرمان مود. امسك المفتاح بتاع الموتو عشان ما نشوفوش طاير. بسم الله. اسرع بنط بانجي جمب مش بالي سوينج. Okay. Ready? Ready. في مشاهد صورتها بالدرون او يا الله يا رب، لما قاعد نتفرج عليهم حسيت روحي قاعد في كوكب ثاني. بس قبل ما اوريهم لكم، قبلها بنحكي شويه نصائح مهمه لاي حد بيزور بالي وبيمشي الاماكن اللي ناتو كنت نتكلم عليهم في الفيديو هذا، سواء للانستغرام او للمتعه او للاثنين. اولا الاماكن اللي في الفيديو هذا بعاد من بعضهم ويحتاجن على الاقل يومين لو تبي تزورهم براحتك، عشان هيك احسن حاجه يا اما انك تاجر سواق او تاجر موتو او سكوتر اللي هو تسوقه عنده. وهي تجربه سواقه الموتو بالذات في شمال بالي ممتعه لابعد الحدود. المناظر الطبيعيه والخضار والجبال قويه جدا، ولكن لو اول مره تسوق موتو ما ننصحش انك تديرها، لان الطرق ملتويه وفيها منحدرات وجدات وفي بعض الطرق مكسره. ثانيا الاماكن اللي في الفيديو هذا معظمها تدفع حق الدخول لها وهي سعر رمزي جدا، ما عدا ريدج ووك الدخول لها مجاني. الله على ريدج ووك، الله على الاماكن المجانيه. نقطه واحده اخرى، جزيره بالي هي المكان اللي كل ما تسافر له كل ما تكتشف فيه اماكن جديده، سواء عن طريق الناس اللي ينصحوك بيهن، المسافرين الثانيين اللي تقابلهم، او حتى الجوجل مابس وانت تتصفح تشوف الخريطه تشوف مكان معين تلقى قريب منه اماكن ما كانش على بالك اصلا، فديما اعطيها وقتها. وفي بالي انا ننصح انك تكون مرن في السكن، يعني مثلا تسكن شويه في الجنوب في سمنياك، مثلا تسكن شويه في الوسط في ابود، فوق في الشمال في موندوك، لان كل منطقه في بالي عندها الاجواء الخاصه بها. خطر على الاجواء، شو رايكم نردوا لرايس تيرس؟ Let's go. وهيك خذينا اقوى صور في بالي للانستغرام، اذا تعرفوا اماكن ثانيه اكتبوا لنا في التعليقات.